السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. إذا سنبدأ على بركة الله حصة اليوم. ففي حصة اليوم سنتعرف على مميزات طرفي المغناطيس. فكما تعلمون أن المغناطيس يجذب مادة واحدة ألا وهي الحديد، ولا يجذب باقي المعادن الأخرى. إذا نمر الآن إلى الانطلاقة. إذن انطلاقة، أصف وأعبر عما يحدث للسيارة في الحالتين ألف وباء. إذن انطلاقا من الكتب المدرسية لديكم صورتين، إذن صورة ألف وصورة باء، ونلاحظ أن في كل صورة لدينا مغناطيسين، مغناطيس رقم واحد والمغناطيس رقم اثنان وسيارة. إذن نلاحظ أن لكل مغناطيس طرفين، طرف ذو لون أحمر وطرف ذو اللون الأزرق. فكما تلاحظون أن الطرف الأحمر يحمل رمز إن نسبة إلى لونوغ، يعني الشمال. ثم بالنسبة للطرف الأزرق يحمل رمز إس نسبة إلى الجنوب لوسيد. إذن الفرق بين الصورتين ألف وباء يتجلى في المسافة الفاصلة بين المغناطيسين واحد واثنان. إذن ففي الصورة ألف المسافة هنا صغيرة، مقارنة مع الصورة اثنان المسافة كبيرة. كذلك نلاحظ اتجاه السهمين. إذن السهم في الصورة ألف يشير إلى التقارب بين المغناطيسين واحد واثنان، على عكس الصورة باء السهم هنا يشير إلى التباعد بين المغناطيسين. إذن السؤال المطروح هنا، إذن متى يقترب المغناطيسين ومتى يبتعد المغناطيسين؟ أو بصيغة أخرى، متى يقترب المغناطيس رقم واحد من السيارة ومتى يبتعد كذلك المغناطيس رقم واحد من السيارة؟ أو بصيغة أخرى، لماذا يتغير مفعول المغناطيس عندما أقرب أحد طرفيه من مغناطيس آخر؟ إذن جواب السؤال مطروح ستجدونه انطلاقا من الصورة، انطلاقا من الصورتين ألف وباء. إذن وجواب السؤال له علاقة بلوني طرفي المغناطيسين. إذن نمر الآن إلى الافتراضات. إذن ما هو في نظركم الجواب المناسب للسؤال المطروح؟ إذن الجواب ستجدونه انطلاقا قلت من الصورتين وله علاقة بطرفي المغناطيسين. نعم أحسنتم. إذن نمر إلى الافتراض. افتراض نقول تقترب السيارة من المغناطيس واحد رقم واحد إذا كان طرف المغناطيسين بلونين مختلفين. سنتحقق هل للمغناطيسين في الصورة ألف لونين مختلفين؟ نعم. إذن هناك اقتراب بين المغناطيسين، لماذا؟ لأن طرفي المغناطيسين لهما لونين مختلفين. ثم في حالة التباعد نقول تبتعد السيارة من المغناطيس رقم واحد إذا كان طرف المغناطيسين بنفس اللون. سنرجع إلى الصورة للتحقق هل إجابة صحيحة. إذن صورة رقم باء نلاحظ أن هناك تباعد، نعم، والسبب في ذلك هو لأن لطرفي المغناطيسين نفس اللون. نعم أحسنتم. إذن نمر الآن إلى الإنجاز أو الاختبار. أختبر. إذن كما تلاحظون في الكتب المدرسية لديكم مناولتين. إذن أنجز المناولتين التاليتين، أقارن بين لوني طرفي المغناطيس ولوني طرفي إبرة البوصلة
وأستنتج. إذن كما تلاحظون الصورة رقم واحد تمثل جهاز البوصلة، وجهاز البوصلة نستعمله لتحديد الاتجاهات، وكما تعلمون أن الاتجاهات عددها أربعة: شمال، جنوب، وشرق، وغرب. ونلاحظ كذلك أن لإبرة البوصلة طرفين، طرف ذو لون أحمر وطرف ذو لون أزرق. وكما تبين الصورة وتوضح أن الطرف الأحمر يشير إلى الشمال إن لو نور، والطرف الأزرق يشير إلى الجنوب إس لو سيد. إذن وكما تعرفنا سابقا أن للمغناطيس طرفين، طرف أحمر وطرف أزرق، إذن طرفي البوصلة تشبه طرفي المغناطيس. أحسنتم. إذن أقرب أحد طرفي المغناطيس واحد من أحد طرفي المغناطيس اثنان وأستنتج. إذن ننتقل إلى الصورة رقم ثلاثة وأربعة. إذن الصورة رقم ثلاثة يعني نقوم بتقريب المغناطيسين. إذن نلاحظ هنا الصورة توضح تقارب بين المغناطيسين، والدليل على ذلك المسافة القصيرة الصغيرة والأسهم. ثم الصورة الرابعة تمثل هناك تباعد، لأن نلاحظ المسافة الموجودة بين المغناطيسين كبيرة، وكذلك الأسهم تدل على أن هناك تباعد أو تنافر. إذن ألف، يشير اللون الأحمر لإبرة البوصلة إلى الشمال، كما سبق وأن قلت أن طرفي البوصلة تشبه طرفي المغناطيس، ودائما الطرف الأحمر يشير إلى الشمال عكس الطرف الأزرق يشير إلى الجنوب. الصورة رقم اثنان، يشير الطرف الأحمر للمغناطيس إلى، مباشرة سنقول أنه يشير إلى الشمال، لأن الطرف الأحمر يحمل الرمز N، وN يدل على الشمال، والطرف الأزرق يشير إلى الجنوب لأنه يحمل الرمز S نسبة إلى السيد. إذن سؤال رقم اثنان، يشير الطرف الأحمر للمغناطيس، عفوا صورة رقم ثلاثة، لدينا نقاط طرف انتباه، هناك خطأ مطبعي في الكتب المدرسية يجب تصحيحه، يعني نتحدث هنا على مغناطيسين وليس مغناطيس واحد، لذلك نقول طرف المغناطيسين. إذن بما أن الصورة رقم ثلاثة المسافة صغيرة والأسهم تدل على التقارب، سنقول يتجاذب طرف المغناطيسين، يتجاذب طرف المغناطيسين إذا كان من لونين مختلفين. هناك خطأ، سنشطب على اللون وسنكتب مكانه مختلفين، لأن هناك توجد بعض المرات أخطاء مطبعية. نمر الآن إلى الصورة رقم أربعة. إذا الصورة رقم أربعة تمثل تنافر، لأن كما سبق وأن قلت هناك مسافة كبيرة والأسهم كذلك تدل على التنافر والتباعد. إذن مباشرة السؤال رقم أربعة سنكتب يتباعد طرف المغناطيسين إذا كان، سنشطب على لونين لأنه خطأ، إذا كان من نفس اللون، لدينا شمال شمال، إذن سنحصل على التباعد والتنافر. إذن أحسنتم. إذن الآن نمر إلى الخلاصة. إذن أملأ الفراغات بما يناسب فيما يخص خلاصة حصة اليوم. إذن يتجاذب بالأزرق القطب، يتنافر يرمز طرف نفس. إذن يعين، إذن كما سبق وقلنا أن للمغناطيس طرفين، إذن يعين طرف المغناطيس المختلفين قطبين متميزين. إذن للمغناطيس طرفين، طرف ذو لون أحمر وطرف ذو لون أزرق. يسمى الطرف الملون بالأحمر القطب المغناطيسي الشمالي، ويرمز له بحرف N،
ويسمى الطرف الملون بالأزرق القطب المغناطيسي الجنوبي، ويرمز له بحرف S. ثم لدينا يتنافر القطبان المغناطيسيان اللذان من نفس اللون، لأن قلنا إذا كان لطرف المغناطيسين نفس اللون نقول أن هناك تنافر، لذلك كتبنا هنا يتنافر القطبان المغناطيسيان اللذان من نفس اللون. ويتجاذب القطبان المغناطيسيان اللذان بلونين مختلفين. إذن كخلاصة عامة أن للمغناطيس طرفين، طرف ذو لون أحمر وطرف ذو لون أزرق. الطرف الأحمر يشير إلى الشمال نسبة إلى نور ويرمز له بإن، والطرف الأزرق يشير إلى الجنوب ويرمز له بإس نسبة إلى لوسيد. متى نحصل على التجاذب ومتى نحصل على التنافر؟ نحصل على التجاذب إذا كان لطرف المغناطيسين لونين مختلفين، ونحصل على التنافر إذا كان للمغناطيسين نفس اللون. إذن بالنسبة لحصة اليوم سنتطرق إلى المصطلحات العلمية التي تخص هذه الحصة. إذن شمال لو نور، جنوب لو سيد، شرق ليست، غرب لويست، بوصلة لبوصل، مغناطيس ليمو، ثم الإبرة لغوي، ثم التجاذب لاتراكسيون، ثم التنافر لاريبيلسيون، ثم القطب المغناطيسي لو بول مانيتيك. إذن بالنسبة لدرس حصة اليوم ستجدونه في الصفحة المخصصة للدراسة عن بعد. وانتهت حصة اليوم، إلى حصة مقبلة إن شاء الله.